صدقتيهم؟ دول بيتهمونا احنا عشان ينفوا التهم على نفسهم. دول مجتمع قبلي ممكن يموتوا بعض عشان اي حاجه، مشكله في الرأي او اهانه او اي موقف. انت ازاي تروح عند الناس دي تاني؟ ردي موسى. موسى سيبني اتكلم معاها شويه لو سمحت. لو سمحت انت عارف انا حبيتك ليه؟ عشان قلبك بريء وطاهر ومفيش منه اتنين، وانت الوحيده اللي كان عندي ثقه فيها اني احكي لها مأساتي. تصبح على خير.